هذا الفيديو ديال الهبه دونك خاصني ندير شي حركه مشيت عليا حيت ماشي انا اللي غادي نمونطي نطلع حرام غادي تبغي تشوهني انا عارفه هبه يوميا اللي كتطلب فيا ندير معاها فيديو فاش بغيت ندير معاها فيديو ما كايناش شي البراج كتتصروم عليكم قلت ما تصروش عليكم دراري الصف اكرام نوضي من هنايا حيت انا اللي خاصني نبان الاولى شوفوا والله تفشكل هادشي شوفوا لقد عدت بعد غياب دام سنين ومنين المهم انا غادي نبقى نصور لكم بكاميرا وما عرفتش دابا واش كنبان حول ولا لا شوفي غير هنا ما تبانيش هنا هي فيما شفتي هنا ولا هنا المهم تبانلي حول شويه صافي هذه معروفه هذه اللي عرفيهم عليا الناس ما كيعرفونيش ممكن عرف لكم الاخت ديالي اللي هي كبر مني واللي شافنا كنقول كيقول انا كبر منها كنحس براسي واعره يبقى فيها الحال ولكن ما ندير انا ربي خلقي هكا شنو ندير المهم غنقدم لكم راسي اكرام 21 عام اخت ديال الهيبه واخا انا زعما عندي 21 عام ولكن كنحس براسي باقا عندي 15 عام حيت التصرف ديالي باقي صغار صغر من هيبه كاع والله حنا غنبداو مع هيبه هذا الفيديو غنديروا لها خطره هذا النهار اصلا دويت معاه في الاول دونك خلي داكشي الاول يلا صافي بدا الشوار والله تخبرت هو كاينه فرصه كاميرا 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 نقول لكم شنو الكونسيبت ديال هذا الفيديو هو انه نتوما والناس ديال انستغرام عاد شو مش مخلطين ولا مسكين ولكن المهم نتوما علاش انا كنبان فلو واكرام تتبان مقاد راه انا اللي تندوي ولتونا انا واكرام غادي نجاوبوا على لي كيستيون ديالكم كيفي قلتي غنلعبوا لعبه هي غير دي كيسيون ماشي لعبه غير دي كيسيون ما كاينش لعبه زعما مسكينه ما عرفاش اش ندير والله ما عرفت حق الله كتقول يلا نصور هادو كاع ما كان بنت اتس ا جيرل اتس ا جيرل قالت لي واش عادي تلبسوا قصير هي واش هذا سؤال خاصه نجاوبوا عليه دابا الناس راه محيره وما تش واش حنا كنلبسوا قصير واش حنا هما شافونا كنلبسوا قصير في الصيف في لي فلوغ ديال مراكش وداكشي هذيك اول حاجه هذيك مراكش ماشي مدينتنا ماشي مدينتنا انا فاش كنسافر مع والديا فاش كنمشي لمدينه اخرى فريمون كيخلوني نلبس اللي بغيت في مدينه اخرى وفي مدينتي الصراحه ما كنلبسوش زعما العريان وداك اول حاجه الحريه الشخصيه خاصكم تقراو عليها شويه ثاني حاجه سمحوا لي شوفوا انا ماشي كنقمعكم ولا شي حاجه انا تندوي بحال هكا وكنبان حاوله غنبقى نعاود باتي ثاني هذا الفيديو من المهم انا حنا عارفين شنو تنديروا والله يسمح لينا والله يسمح لكم حيت ما كديروش براسكم كنحك معكم عفريت علاش اكرام كاع ما كتشبه ليكم اكرام سكتي ما خصكيش تهضري دابا في هذا السؤال اكرام بغيت نعرف علاش شنو الدور ديالي في الفيديو بغيت نعرف علاش حاطاني هنا لا لا صافي ما تخصي كل سؤال كل سؤال لك سؤال ليا هادشي اللي كنعرف واخا اكرام لقينا في سلة المهمة ربنا سيتو نكست كويشن هذا جاوبي عليه انت هاك نعم ماما نجاوب ولا ما نجاوبش تجي قولي لي شي حاجه يبعد لي نهضر في الدار قلت لي تما حوايج بشرى حيتاش بشرى جات ملي بشرى عمرك طويل شوفي واو علاش باباك ما كيبانش معاك حيت ما كيبغيش حيت ما كيعجبوش يبان تو سامبلومون ماشي ضروري العائله كامله تبان اول وحده بديت هادشي وهي باتا هي صدق كيعجبها هادشي وبداتو دونك كيعجبها جيتي وجابو سؤالي ليا فوقاش نتوما تتعرفوا بوشر قولي قولي بقاي الوسط فوقاش نتوما كتعرفوا بوشر اكرام كنعرفك مني كنت هادي ما كنتش كنعرفها الا كبرات هادي ما كانتش كتعرفني كيفاش تحرشوا على بوشرة وبدات صاحبتكم دابا بغاو القصه نعاود لهم القصه باختصار بوشرة كانت كتسكن حدانا فاش كانت صغيره من بعد مابقاوش كيسكنوا هنا وكيسكنوا مع عائلتهم في المدينه وداز الاعوام اعوام تلاقينا في الباك كنا تلاقيت معاها في ليكوغ كدوز معايا ليكوغ صدقنا درنا دايرين نفس الفيليير وكنقراو نفس انا كتجي معايا حيت انا سمراء يعني كتجيني ما فيهاش الصفار فيكم بصح شوفوا انا راني فيش ينام شري الصفار شوفي كندير تما شي باك تلاقينا الا خربتي تقدري تلعبي ما تصاحبناش بزاف ولكن المهم بقينا عرفتها باللي راه عقلت عليا وهي عقلات عليا وداك الشيء
ومن بعد فاش سالينا الباك بقينا كنخرجوا كاملين مع الكليكه وداكشي. بعد داز شي عام بحال هكاك سافرت انا وياها في نفس الوقت في نفس البلاصه وتلاقينا في تطوان. صافي تما اصدق الصحبه ديالي صافا عليا بزاف. هذا السؤال ليا. قالوا لي واش عمرك سافرتي بلا خبر والديك؟ لا اي دوب والله حتى انا ولكن ما بتش المهم سافرت خرجت كازا ورجع صافي سكت. امتى امتى مسكينه كتحلم كتنعسي مشيت لواحد البارتي بلاصه ضيقه ولا ما عرفت فين عقل هذيك حتى هي هذيك اخبار ماما الكذابه عقلات ما في اخبار توايا غتولي في اخبار. شايفه فيكم انا شكون ضريفه فيكم نقول الصراحه؟ الصراحه اكرام كنت ضريفه اكثر من القيسه ديال ماشي ضريفه ديال خايا باش نتوما من زاكوروج زي الشوك اه مشوش لا كولور بوشرا صدقتك وديك انا نتوما من زاكورا تزاديتو تما لا من زاكورا بابا من زاكورا كاين حنا تزادينا هنا في كازا اصلا ماما عرفها هنا في كازا بابا ما ممكن هنا تعرف انت شكوني انت واختك من هنا لقدام نقولوها قد قد ونقولوها واحد جوج اندبندنت ماما لا قولا صافي كتجمع نقولوا كاملين كتجمعنا بزكريا واحد جوج ثلاثه صداقه واخوه انا زكريا خويا عزيز عليا بزاف واحد الدرجه ما تعايلوهاش نفس الاحساس اللي كتحس بيه واش كنحسوا به كاملين من جهه وتا هو نفس الحاجه والله ما كاينش بحالو زكريا الدبيزه ديال بصح علاش كنبغيك انا اسمع عمركم دبزوا الدبيزه ديال بصح نجاوب السؤال انا وياك اها عمر دبزنا لا عقلت ديال بزاف بزاف حدا دارك لا كيهضروا على مدارس لا 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 دابا زعما انا فاش كتكون تدوي اكرام ولا كتدير شي رياكسيون كندير راسي ما تسمعهاش حيت لا سمعتها انا وهي في وصايه ما كندير راسي نسمعها هي فاش تعصب انا تنهادي وهي وانا فاش تعصب هي شو هذيك الشديه الشفار حيدي من حدايا مخيشه وانا وهيبه كنا اخر مره عقلت على راسي ضربت معاك كنا في زاكورا ضربنا واحد كناتف نتناتف هاك مضاربه ديال بصح صافي فكنا هذيك اخر ولد عمتي كان جا فيك صافي من تما ما نقدر نجيب انا وياك واش دير الشفاري شكون اكثر وحده كتلبس حوايج الاخر بيحسوك انك لبس حوايجهم بوش راه غادي نشدك بحال هكا تفكر في واحد الحاجه هذاك السروال الكري اللي كنتي لابسه ديك ديالي يلا تفكر واه زوين كيتجمع كيتجمع تهيبه مابقاش غيتجمع تهيبه بزاف هذاك السروال صافي العار حرام عليك شناهي اكبر مصيبه دار تهيبه الاكرام انا ما كنديرش المصائب بلاش 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 كديرش المصائب هي مكلخه شي شويه بزاف شويه كديرش المصائب كندرايفر تبغينا نمشيو للمعارف تتحط لنا تدينا العيد ديالك اكثر حاجه كتعجبني في اكرام تتي قولي صافي اوكي اكرام ما كتمنش شي حاجه تنموت على يعني تنموت على هي خيس 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 او تشابو شرا ما كتعجبيه ما كتحسبش الفلوس وداك الشيء ما عندهاش معاه واش عمرك سرقتي فلوس الاكرام بالخبارة لا عمرني زدت درهم شي مسطيه درهم 10 دراهم اقسم بالله شحال فيكم في الطول انا في متر 60 ودي في متر 55 اويلي وهذه فهي متر 60 حتى هي قالت كذاب راه هذا كذاب والله شي كيقولوا لي انت اقصى مني فك انت شكون فك شي متر 58 وانا فيها متر 60 58 اه صافي وانت متر 54 فيفورت فود فيفورت فود سوشي 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 وكي اف سي مره انا كلشي شي حاجه كتكال تعجبني لا علاش انت كتبالي هكا زوينه وسمره وفمك وانا كنبان هكايا بحال شي بحال جنكم نتوما الذوق اللي بزاف انا راه ماشي هكا راه في اللون قولي اه انا كلشي كلشي انا بسطيله استاذ الحوت خيب موقف محرج انا كيجيوني دوك المواقف المحرجه هي فاش كنكون مثلا كيكونوا بزاف الناس وشي واحد كيعايرني وسط دوك بزاف الناس ولا شي حاجه بحال هكا تنتحرج فاش كتحرج ماشي تيعايرني تي ما عرفتش ما تيعجبنيش الحال اكثر حاجه ما كتحملوهاش بعضياتكم بيو بي انا شنو ما كتحملش فيه غير ما خافكيش بقيت غوتي بزاف زعما كتعصبي دغيا تعصبتي هذا هو غير هادي اما صافي كتعصب اه تعصب دغيا هيبه مكلخانه هادشي اللي كي ها انا شنو ما كتحملوش فيا ظريفه بزاف ظريفه بزاف كثر من القياس كتفكريش ما كتفكريش ما كتفكرش كاع نهائيا في العواقب
شي حاجه ما كتعجبنيش فيك شي حاجه ما كتعجبنيش كنبغيش نفخر بها لا لا ماشي ما كتبغيش تسخريا فيك كتبغي شي حاجه ديالي كتولي هكا كيوت ودوس وكلشي وفاش كنبغي انا ديك الحاجه اللي خداتها وما كنلقاهاش كتنكرني ما عرفتش قلبي لا ما عرفتش الوغ كو هي اللي كانت لابسه هادشي كيعصب ما قلتيش لا كيستيون كيف ما هي واش كيكون عادي تلوحو فريد كيجينا عادي باسكو هي اختي احسن حاجه وقعت لكم هي اننا عرفنا بوسره الذكري السلام عليكم خليو لايك سبسكرايب لاشين ديالي نخلي عليكم هنا مع انه هذا الفيديو كامل انا كنبان حوله كنتمنى هذه اللقطه الاخيره من باش لكم حوله الناس اللي الفيديو كامل الناس اللي الفيديو كامل كيسولوا علاش دايره مضادر حيت الشعر مخربق بحال هكا هذه هي الحقيقه ديالي جيسبيغ عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك هاف ا جود داي باي هاي هاي هاي